اتكلمنا في شوية يعني تسخين شوية للماتش تحضيرا للفقرة الأخيرة في البرنامج اللي بيسعدني أنا أكون فيها ضيوفي هشام رشاد. هشام مساء الخير. ميدو حبيبي فاروق مساء الفل، مساء الفل، عامل ايه؟ منورين، كله زي نورك. يعني الناس الزملكاويه كلهم وكل مصر الحقيقه مستنيه ماتش الزمالك والرجاء بكره، وكلنا شفنا ان الرجاء يعني رغم عدم وجود خطوره حقيقيه في اخر 25 دقيقه 30 دقيقه من مباراه الذهاب، الا ان هم سرعوا الريتم شويه، كانوا اجريسيف اكتر، تواجدوا بعدد لعيبه كبير في التلت الهجومي خاصه في ال 18 والكرات العرضيه، ولولا النظام الدفاعي الجيد ورجوله مدافعين الزمالك، ومش كل المدافعين بس كل الخطوط، كان ممكن ان هم يرجعوا للقاء. ماتش بكره الزمالك لازم يبدا ازاي يا هشام؟ الزمالك عنده 25 دقيقه لازم ينزل، حتى لو ده مش اسلوب باتيكو لازم ينزل ضغط عالي بجد؟ لان دي اضعف مرحله هتلاقي فيها الرجاء بكره. حتى لو هم هيمثلوا وهينزلوا وهيحاولوا حتى حمى البدايه واضغطوا الكلام ده، هي دي هتبقى اضعف مرحله للرجاء بكره، هي دي اللي الزمالك لازم ينزل يحاول يجيب جون في اول 25 دقيقه، وبعد كده باتشيكو يرجع للاسلوب اللي عايز يلعب بيه، لان لو جه جون الموضوع انتهى. لكن طول دقيقه بعد دقيقه لو النتيجه ماشيه 0-0 هم بيخشوا في الجيم كل شويه بياخدوا ثقه والطموح بتاعهم بيزيد. فاهم وقت النادي الزمالك بكره اول 25 دقيقه، حتى لو ده مش فكر باتشيكو، لازم نضغط، لازم نحاول نشوط، لازم تلم فاولات على قد ما تقدر، لان خاصه ان انس الزنيتي الجون الاساسي بتاعهم ده واحد من احسن الاجوان في القاره على مستوى الانديه، يعني ده غايب. بوعميرة الحارس الاحتياطي بقاله فتره ما بيلعبش زي مثلا علي لطفي والشناوي، فبلا شك ان هو هيبقى نازل اول تلت ساعه لو انت بتشتغل عليه شوط وكرانر وبتلم فاولات كتير وبتبتدي تحاول تشتغل على الجون، ده هيقلقه. برضو عندهم جبيرة الباك ليفت الاساسي ما بيلعبش، عندهم فابرس نجاه، حتى الصحافه المغربيه وجمهور الرجاء هو كويس هجوميا لكن هو نقطه ضعف كبيره جدا جدا في ظهره. طيب فاروق، هشام اتكلم في نقطه ان الزمالك يضغط في بدايه المباراه، واتكلم في نقطه ان كل ما الوقت بيعدي هم يقدروا يخشوا المباراه، لكن في ناس تانية تقول لك ان انا اقف العب بالسيستم بتاعي وخطوطي قريبه، وكل ما الوقت بيعدي بالعكس هم اللي لازم يندفعوا وهم اللي لازم يسيبوا مساحات، ودي نقطه قوه الزمالك ان هو لما بيقطع الكوره بيقدر يشتغل. انت بتتفق مع هشام ان الزمالك لازم ينزل ضغط، يضغط ضغط عالي، ولا باتشيكو يتمسك باسلوبه خاصه في بدايه المباراه؟ لا انا خليني اختلف مع هشام، انا شايف ان الزمالك لا ينزل يحبطهم في البدايه، ينزل يكون اهدى، ينزل يكون واقف وما يستهلكش مجهوده بسرعه، لان الزمالك لو اندفع هيستهلك مجهوده ومع الوقت ربما الباور يكون مع الرجاء. انا شايف ان الزمالك لا يقف، لان دي زي ما انت قلت ميزه الزمالك، مع الوقت الرجاء هو اللي محتاج الجول مش الزمالك. لو فضلت 0-0 في الشوط الاول او فضلت 60 70 دقيقه الرجاء هيعمل ايه في اخر 20 دقيقه؟ جمال سلامه هيعمل ايه؟ هيحاول ان هو يقدم خطوطه شويه، وهيحاول ان هو زي ما عمل في الشوط الثاني في ماتش المغرب، ان هو في اخر ثلث ساعه او في اخر في نص ساعه هيندفع بشكل كبير جدا، وبالتالي الزمالك دي نقطه قوته. يعني اكتر شيء كسب الاهلي بالطريقه دي كسب الرجاء هناك حتى بفلسفه قريبه من كده، دايما سواء مع كارتيرون او مع باتشيكو الزمالك نقطه قوته هو انه الاجنحه بتاعته ومصطفى محمد طبعا بيستغلوا المساحات اللي في ظهر الباكين او في ظهر المدافعين وبيلعب عليها كويس جدا كهجمات مرتده. انا شايف ان الزمالك لا يعني يهدى في بدايه الماتش، لكن خلينا نتفق ان اللي حصل في الفتره اللي فاتت ده في مصلحه الرجاء مش الزمالك. الاصابات مش اصابات كورونا، طبعا اصابات كورونا ده مرض اكيد مش هيكون في مصلحه الرجاء، لكن فكره التعطيل، الزمالك كان بيلعب ماتش رائع جدا هناك وكان اعلى معنويا زي ما حصل مع الاهلي، الاهلي لما راح كسب الوداد هناك ورجع جاله الوداد هنا، الوداد جاي مخضوض من الماتش الذهاب، الوداد جاي وهو خسران وجاي وهو مندفع، كان لعب في السخونيه يعني بالزبط. في استغلال الدفع المعنويه، فالتأجيل ده في مصلحه الرجاء جدا. كمان فكره كورونا لو نرجع كده حتى نقارن باوروبا يا ميدو، كل اللاعبين اللي جالهم كورونا راجعين بباور كبير جدا، راجعين اللاعب اللي هو جاله مرض او قعد شويه في عزل او شفنا رونالدو رجع ازاي، شفنا حتى السيزون اللي فات ديبالا رجع ازاي، شفنا ابراهيموفيتش رجع ازاي، معظم اللعيبه اللي جالهم كورونا او اللي قعدوا فتره عزل راجعين بحماس كبير، راجعين وكانه مثلا كان غايب لحاجه قهريه او كانه ايوه ماشي، بس اللعيب اللي او البني ادم اللي عنده كورونا ده في معظم الاوقات بيبقى عارف يتدرب
ولا عارف ان هو هشام ان هو الفرق اللعيب العربي عن اللعيب يعني انا في رايي ان عقليه رونالدو كده عنده جيم في البيت وبتاع الناس دي انا في رايي يعني بس كورونا معزول في اوضه كورونا دي لا الوضع مختلف دلوقتي يعني هي فكره كورونا دلوقتي فكره انها انك تبقى بوزيتيف معظم اللاعبين كره القدم اللي جالهم كورونا تم الاكتشاف ده ازاي تم اكتشافه بالبي سي ار بالتست لو ممكن كان ما حدش يعرف ان عنده كورونا هو خلاص الفيروس بقى طبعا مش هنتكلم في جانب طبي يعني ده مش اختصاصنا لكن الموضوع ما بقاش زي البدايات ما بقاش مرض صعب جدا بيرهق لك عضلاتك وبتحس بالم و فانا اعتقد انه لا الرجاء اتدربوا كويس جدا انا واثق ان الفتره اللي فاتت دي كانوا قاعدين بيتدربوا كويس جدا وكان سلامي معاهم وكانوا بيعملوا كل شغلهم انا متاكد من ده 100% وجايين جاهزين تماما عشان لعيبه الزمالك ياخدوا بالهم والجهاز الفني للزمالك ياخد باله الرجاء جايين جاهزين 100% بدنيا قبل فنيا طب هشام احنا عارفين ان بكره